يجب أن يتم الصلاة. فإذا وصل البيت يجب أن يتم الصلاة كاملة، صلاة المغرب وصلاة العشاء. المغرب لا تغير على كل حال، المغرب تبقى كما هي. أي نعم. ولا يقصر. أي نعم. ولا يجمع. ولا يجمع. مع أنه قد يكون مرهق إرهاق كبير جدا، أكثر من إرهاقه خلال السفر. أنا بشوف القضية تشبه قضية ذلك العامل. نعم. تشبه قضية ذلك العامل. نعم. الذي يعمل أكثر مما يجبه طمعا المال، لأنه ليس من الواجب على هذا المسافر أن يتابع السفر حثيثا إلى أن يصل إلى بسبب الحر وتعب الأولاد، يعني قد يضطر للمتابعة حتى ينتهي من هذه المشقة، تكون مشقة زائدة، حر شديد وأولاد ومخاطر الطريق، فيريد أن ينتهي من هذا الموضوع. طيب يا أستاذ، بس أيضا المسألة يعني أنا بقول وأبو عبد الله يعرف مني هذا، هذه قد تقابل بأختها. نعم. أي قد لا يكون كذلك، لأن السؤال كان عاما. نعم. وكان السؤال عام أنه في إرهاق، شو سبب الإرهاق في السفر؟ نعم. الآن دخل عامل جديد في الموضوع وهو الحر أو شدة الحر، ولذلك فلكل سؤال جواب. نعم. فنحن نقول مثلا الذي سيدخل بلده أو داره ليلا، مش وارد هذا السؤال في حقه، لأنه في الليل ما في هذا الحر الشديد الذي لا يطاق. ممكن هذا يكون مثلا في الظهيرة، نعم، يتأخر عن صلاة الظهر مثلا وعن صلاة العصر، نعم، فيصل داره بعيد صلاة العصر أو وقت العصر، فنقول حين ذاك أخذ حكم المقيم فليس له أن يقصر الصلاتين. أما الجمع، الجمع يجوز في حالة الإقامة بغض النظر عن أنه كان مسافرا فأقام، لو كان مقيما فيجوز له الجمع في حالة كونه يجد حرجا فيما لو لم يجمع، فدفعا الحرج يجمع. فهنا إذا صدق أنه يجد حرجا في أن يصلي في السفر للعلة التي ذكرت أخيرا وهي الحر، فله أن ينوي أن يجمع بين الصلاتين في بلده، لكنه لا يقصر، لأن القصر بخلاف الجمع، القصر خاص بالسفر والجمع لا يختص بالسفر.